بعرض ناس الفجرة لفراس حسني احتضنه مسرح البحر، افتتحت فعاليات الدورة 58 لمهرجان طبرقة الدولي التي تتواصل إلى 14 من شهر أوت القادم. عرض الافتتاح وكبه جمهور محترم العدد وتفاعل مع ما قدم من أغاني ومدحات صوفية ولوحات مختلفة مكنت من اكتشاف هذا العرض القادم من ولاية باجة. العرض هذا هو عرض يعني باجي 100%، هو الحقيقة جي من معتمدية برسق، عناصر متميزة في الفن الصوفي في الإنشاد الديني. برسق معروفة على سلمية. نفسنا سخطو بعد الكورونا، لابس نفسنا الحمد لله. خلا عودة ميمونة للمهرجانات والسهرات والفرحة تونس بصفة عامة. عرض الافتتاح عاد إلى الأذهان ما يشهده صيف طبرقة، عادة من فعاليات ثقافية متنوعة يعول عليها كثيرا في إضفاء حركية اقتصادية وسياحية على الجهة. هذه هي ضربة البداية بعد غياب لمدة موسمين مع ناس الفقرة لحضرة أولاد بن عيسى. الحمد لله، إن شاء الله إن شاء الله نعد جماهير مسرح البحر ومسرح البازيليك بعدة عروض متميزة مثل هذه العرض. هو يتواصل مهرجان طبرقة الدولي إلى غاية 14 من أوت القادم بعروض تونسية وأجنبية متنوعة من شأنها أن تشد الاهتمام وتسهم في إضفاء حركية على الجهة التي عادة ما تشهد توافد الزوار في هذه الفترة من السنة.